نلتقي في نجران، حيث مهد الحضارات الإنسانية، نجتمع لنحتفي بالإبداع. هذا جنوي قدره مهابه وتأثير، عوين من جاء يطلب الله عونه، وريث من حن السيوف البواتير، وكتابة التاريخ ما يجهلونه. إن هذا الملتقى يمثل حصاد ثمار الشراكة الثقافية المجتمعية القائمة بين جائزة الأميرة سيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال فرعه بمدينة نجران الغالية.